استعدادا منا كمديرية مجاري نينوى للأمطار القادمة خلال الأيام القادمة. تقوم مديرية مجاري نينوى وبتوجيه من السيد المحافظ المحترم ومن السيد مدير مجاري نينوى المحترم بأعمال تنظيف القناطر على الأودية الموجودة في الجانب الأيمن والجانب الأيسر لمدينة الموصل، بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنظيف مآخذ المجاري وفوهاتها، بالإضافة إلى ذلك تقوم مديرية مجاري نينوى بأعمال التسليك والتنظيف لكافة الشبكات الموجودة ابتداء من منطقة المشاهدة بالإضافة إلى منطقة وادي حجر وحي النفط والصمود. أن هذه الأعمال تقوم بها مديرية مجاري نينوى هي استعدادا منها لموسم الأمطار بالإضافة إلى الأمطار القادمة خلال الأيام القليلة القادمة. تضمنت هذه الأعمال جهود ذاتية من مديرية مجاري نينوى، تتضمن أعمال تنظيف القناطر الموجودة على الأودية بآلياتها وبجهودها الذاتية، بالإضافة إلى أعمال التسليك أيضا بجهودها الذاتية لمناطق مختلفة تتضمن جانبي مدينة الموصل. طبعا هي المناطق اللي تتعرض للسيول هي موجودة من خلال السنوات الماضية، كانت منطقة قنطرة وادي حجر اللي واقفين احنا حاليا عليها، بالإضافة إلى منطقة الطوافة. ولكن إن شاء الله هاي الأيام احنا شاهدنا عملية ربط صندوقي اللي تم تنفيذه خلال الخطوط المطرية على قنطرة وادي حجر، وإن شاء الله احنا أعمال التنظيف هذه إن شاء الله تكون كفيلة إنه ما يصير فيضان بإذن الله تعالى. تقريبا كم عدد المناطق بالأيمن وبالأيسر اللي شملت الحملة؟ يعني راح تشمل تقريبا كل المناطق إن شاء الله، بس احنا ما صار شيء من بدينا، يعني راح تشمل كل أحياء مدينة الموصل بإذن الله. راح تستمرون خلال موسم فصل الشتاء احنا مستمرين إن شاء الله خلال موسم الشتاء كله بتنظيف حملات لتنظيف الشبكات المجاري. احنا راح نبديها بالخطوط الرئيسية شملنا بها الساعة منطقة المشاهدة، بالإضافة إلى وادي حجر راح نشمل عدنا عن منطقة الساعة، وراح نمشي كل الخطوط الرئيسية بالإضافة إلى الخطوط الفرعية اللي تفوت داخل الأحياء.